خلينا احنا نبدا الاول. اول حاجه بالسبانخ، وكلنا عارفين القيمه الغذائيه جدا الموجوده في السبانخ، وخصوصا كميه الحديد اللي بتبقى موجوده فيها. اطفالنا ساعات كتير ما بيحبوهاش، لكن لما بتخش في اكلات زي اللي قدامك ديت زي الدجاج، فبتدي طعم حلو قوي قوي في الحشو. اول حاجه عندي 4 صدور دجاج، بجيبهم وببدا ان انا اعملهم تتبيله. بعد كده هبدا ان انا هفتحهم وابدا اشوح عندي على النار. دي التتبيله بتاعتها: ميه البصل، زيت الزيتون، بشره طماطمايه، شويه بهارات، شويه بابريكا، وشويه ملح وفلفل. تمام. بعد كده عندي الحشوه بقى اللي انا هعملها لها للصدور الدجاج نفسها. نركز فيها بقى: بصلايه مفرومه، ثوم مفروم، عندي لبنه. تمام. ده بالنسبه هي دي التتبيله. تمام كده. في الحشو بقى بعدها بالظبط كده: ثوم وبصل وزيت زيتون، وعندي كريمه جبنه حوالي بتاع مثلا معلقه كبيره، عندي معلقه كبيره من اللبنه، عندي كوب جبنه بارميجان، وشويه ملح وفلفل اسمر. طيب، اول حاجه كده بحط عندي طاسه عندي على النار عشان هنبدا نعمل الحشوه اللي احنا عايزينها. وقلنا نعمل التتبيله الاول بصراحه، يعني حقيقه يعني نعمل الحشوه الاول. اهي بصي، اول حاجه صدور الدجاج بجيبها، بجيب عندي سكينه رفيعه زي اللي قدامك ديت، تقوم ايه غزاها كده من جوه. تفهم تعملها زي الساندوتش كده. بصي ايديكي بقى اهم حاجه ايه، ما تروحش لهنا لتحت او فوق، بالراحه خالص كمان، وايه نطمن كده ان مفيش حاجه حصلت كده هنا. وبعد كده نقوم واخدينها وفاتحينها، كل ما تبقى مفتوحه افضل، كل ما يكون يعني كل ما تكون مفتوحه اكتر من جوه كل ما يكون افضل. اهي بص فتحناها ازاي، وصدر الدجاج ما يكونش كبير. بصي نازله جوه اهيت مفتوحه لحد فين؟ لحد هنا اهي. اهي شايف عامله ازاي؟ تمام. تعالوا ناخد عندنا تانية برضو نفس الكلام. وبالراحة خالص عشان ما نجرحش أي حاجة قدام حضرتك. أهيت بص عاملة إزاي؟ أهي نفتحها لحد فين؟ بص لحد هنا. تخلي بالك بقى عشان ما فيش حاجة تفتح. الدقة بقى والإحساس بتاع إيدك ده شغال عشان ما تفتحش. تمام. نقوم واخدينها كده، عملية جراحية. تمام. أهي بصي تفتحي بقى، تدخلي صابعك لحد جوه ونشوف وصل لحد فين. ما شاء الله زي الفل اهي قدام حضرتك اهي. تمام. نقوم واخدينها ال4 صدور دجاج دول ونبدا نعمل لها التتبيله بتاعتنا، اللي هي عباره عن ايه بقى. هجيب عندي الملح والفلفل، ادي شويه الملح، فلفل اسمر، وبعد كده بقوم واخد عندي بشرة طماطمية صغيرة، شوية بهارات، شوية بابريكا صغيرين، شوية البصل، وبعد كده نقلب كل ده مع بعضه، ونقوم مدينا ايه شوية زيت زيتون. كله بقى كده ندخل جوه التتبيله. تمام. ونسيبها في التتبيله ديت لمده ايه ساعتين اتنين بس كده. تمام. طيب تعالوا نعمل عندنا الحشوه اللي احنا هنبدا نشتغل فيها. هجيب عندي طاسه عندي على النار. تعالوا نعمل عندنا الحشوه اللي انا هعملها للصدور الدجاج. بحط عندي شويه من الزيت، بعد كده نقوم عندنا البصلايه المفرومه، ده حشوه السبانخ اللي احنا هنبدا نشتغل فيها. هوب نقوم حاطين ثوم مفروم، السبانخ هحطها،
ونشوح السبانخ كويس جدا عندي على النار. وبعد كده اهوت اخر حاجه خالص هنبدا نضيفلها شويه الملح والايه والفلفل. طيب بالنسبه للبنه وبالنسبه للجبنه الكريمي مش دلوقتي خالص، ده مع الفراخ بعد ما تتشوح عندي على النار بقوم شايلها، وبعد كده ابدا اعمل لها عندي الصوص اللي انا هبدا اشتغل فيه، شويه الملح وشويه فلفل اسمر. والسبانخ لو انت جايبها طازه نفس اللي انا شغال فيه ده ابدا اشتغلي فيه، نفس الموضوع شوحي مع البصلايه مع الثوم، وبعد كده حضرتك تقومي واخداها بعد ما تتشوح تسيبها تبرد، وبعد كده نبدا نحشي بيها عندنا الايه الدجاج بتاعنا او صدور الدجاج. تعالى يا خال هنقوم واخدين عندنا السبانخ نقوم حاطينها هنا قدام حضرتك كده اهو، بعد ما شوحناها نقوم حاطين عليها شويه جبنه برمجان من فوق. حلو قوي الكلام ده، ونقوم سايبينها تبرد، وبعد كده نبدا نحشي بيها صدور الدجاج اللي عندنا. تعالوا بقى نشوف عندنا حطينا مكعب زبده هنا في الطاسه خليه يسخن معايا كويس جدا واوزعه. وبعد كده نروح واخدين عندنا صدور الدجاج عندنا اهيت ما شاء الله بعد ما اتحشت بقت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، نقوم واخدينها الله على الروايح. ونسيبها تتشوح عندي على النار كويس، بعد ما تخلص نفس ناتج التسويه. حضراتكم هنقوم واخدينها ونبدا اللي احنا نقلبها على الجنبين بعد ما تستوي عندي على الجريل كويس، وبعد كده نبدا نعمل لها الصوص الحلو اللي احنا عاملينه بالجبنه البرمجان واللبنه والجبنه الكريمي. شوية ماء صغيرين وحطه عليها من فوق بعد ما يخلص في نفس ناتج التسوية اللي هيطلع، ولا هنحط بصلاية ولا تومية ولا حاجة، هنعمل صوص بمنتهى السهولة وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي. تعالى بص يا خال ناخد دي كده نحطها في الصينية وندخلها فين الفرن. خلينا بس دي تشوح كمان شويه كده اهي، نقوم واخدينها. فين السبانخ بقى وفين الحاجه اللي جوه والحشو كله جوه يا باشا. بص المحشيه ازاي الحشوه بتاعتها مطلعه شكل الصدر عامل ازاي، حاجه تفتح النفس شغل فاخر من الاخر. تعالى نطلع الكلام ده كله نقوم قافلينه بفويل ومدخلينه الفرن يكمل التسويه جوه الفرن عندنا. انت وقعت؟ لا ما وقعش الحمد لله ده الفتح عشان الفويل ده بالذات لو وقع. بص اهو وقع ده وقع من حد يا شباب. والله انا بحب اشتغل في الحوار ده بس المشكله هياخد وقت بقالنا طويل. بالراحه بقى خالص، لا عايزين واحد تاني لان ده ممكن نقعد طول الحلقه نقعد نسلك فيه. ما بحبش انا اجيب الفويل اللي هو 20 متر ده في الاخر ما يبقاش حلو، انا بحب اجيب اللي هو 5 متر ده واللي هو الصغير افضل عشان لو وقع مني ولا حاجه ما يبوش فاهم. ممكن نخترع اختراع تاني، احنا بتقول اختراعات.
جايبين دي حطينا كده عليه من فوق وخلاص، بس منتهى السهوله نفس ناتج التسويه اللي احنا شغالين فيه. اقوم حاطط عندي معلقه زبده صغيره عندي هي كده، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الايه، واخدين اقوم واخد عندي الجبنه الكريمي ده بعد ما يطلع الايه الدجاج، اقوم حاطط عندي اللبنه. الله 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 الله، تسلم ايدك. شايف الموضوع عامل ازاي؟ نركن كده في جنب، ونقوم واخدين عندنا شويه جبنه بارميجان عليهم كده من فوق يا سيدي، ونسيبها وصدور الدجاج تطلع نقوم حاطينها فيها، او نحطها عندك على والله يا جنبت معاكي ايه اللي هيحصل؟ شويه ميه سخنين هتلاقي الموضوع سهل قوي بمنتهى السهوله، يطلع معاكي حلو قوي اهو. بص شويه الصوص عاملين ازاي، بص المنظر، بص الجمال، لبنه، جبنه كريمي ساده، حته زبده، نتيجه التسويه، بس كده اسهل من السهوله. حضرتك هتاخديها هتقوم طلعاها صدور الدجاج، هتقوم طلعاها وتقوم واخداها وحطها فين؟ جوه الحاجه نفسها. لما طلعت خلاص بقى استوت معايا، واحنا بنقدمها بقى ناخد عندنا شويه الصوص اللي هم لو جمدوا معاكي هتديهم شويه ميه سخنه، تقوم حطاهم على الدجاج عندنا. بص بقى بعد ما طلع ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح على الهوا اهو ماشي. بص الجمال، بص الشياكه والاناقه في الشغل، بص بص السبانخ جوه بالبصل بالتوميه، بص الصدر نفسه عامل ازاي، شكل عامل ازاي، ده بيتقطع شرايح كده ويتقدم بقى، ده حوار ده لوحده تمام. تعالوا ناخد عندنا شويه الصوص بقى بتاعنا. بصي انا جبت شويه ميه سخنين بس عليه، يعني مسك شويه معايا ميه سخنه يحلوا على طول. بص بقى ده في لبنه وفي جبنه كريمي وما فيهوش بصل ولا ثوم ولا اي حاجه، ناتج التسويه اللي طالع مع معلقه الزبده خدناها، ونقوم واخدينها حاطينها هيت على صدور الدجاج. ده مش هحط عليه حاجه بقى خلاص، ده تمام. وشويه جبنه برمجان عليه من فوق قدام حضرتك اهيت،